لا تقارن بشيء ولا يضاهيها مكان آخر. هي جزيرة الأحلام كما تسمى، تولد فيها الأحلام، أو بالأحرى فيها تحقق، لأن ما يختزله الأرخبيل من جمال بكر لا تصادفه العين في اليقظة. الجزيرة يسمى سوق، كان يصدر الصبر أو ما يسميه السكان بالقطرة، اشتهر كثيرا ومنه اشتق اسم سوق قطرة لتحتفظ بالاسم حتى اليوم. تقع سوق قطرة في المحيط الهندي على مسافة 480 كيلومتر من شاطئ بلادنا، وتبلغ مساحتها 3600 كيلومتر مربع، ويسكنها قرابة 60,000 نسمة، وهي أكبر جزر الأرخبيل الذي يضم أيضاً جزيرة عبد الكوري ودرسة وسمحة. ولأن الجزيرة كانت معزولة بسبب موقعها في قلب المحيط، أسهم ذلك في أن تحتفظ بجمالها وموروثها الذي لم يتغير، ومخزونها الطبيعي الغني الذي أعطاها قيمة استثنائية، حيث تحوي أنواعاً فريدة من النباتات أعداداً كبيرة منها لا توجد إلا فيها. يأتي على رأس هذه الأشجار شجرة دم الأخوين الذي قرنت بذكر هذا الأرخبيل. فإن الجزيرة تعد موطناً لقرابة 200 نوع من الطيور، أشهرها الطائر المسمى بسعيده، الذي أينما التفت وجدته هابطاً أو طائراً أو فوق شجرة. لا يشاركه في الانتشار وزيادة التكاثر إلا الماعز ذات القرون الملتوية، حيث هي الأخرى تكاد تنافس أحجار الجزيرة في كثرتها. لذا فإن أكثر منتجات سكان سوق قطرة مصنوعة من الجد والصوف. يعيش الناس في سوق قطرة منذ عدة آلاف من السنين، كيفون نمط حياتهم مع البيئة الطبيعية. تشكلت العديد من المظاهر البيئية بواسطة أنشطتهم واحتياجاتهم. في الماضي كان الأهالي يعيشون في المنطقة الداخلية خلال جزء من السنة، وينتقلون إلى السواحل في موسم الجفاف. يعيش حالياً غالبية الأهالي في بلدتين كبيرتين هما حديبة وقلنسية، وتملك سوق قطرة تراثاً ثقافياً قيماً وفريداً ولغة خاصة بها. إن كل شيء في سوق قطرة فريد من نوعه، إلا أن جمالها هو الأكثر تفرداً وحلاوة. فحين تميء سوق قطرة بأناملها، وكأن أساطير الهند والشرق مستوحاة من جمالها، لك أن تطلق عليها بحق عروس البحر والمحيط.